بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع حلول تمارين حركة القذيفة. في هذا الفيديو 39 راح نحل تمرين، يعني من خلاله راح نشوف كيفية إيجاد معادلة المسار في معلم بدلالة جي وألفا وفي صفر. وها هو نص التمرين، تمرين خارجي. ها هو الشكل أمامك، حيث لا هنا درت المعطيات اي التسارع الجاذبية، لان ما عنديش المكان، لا درته هنا جي يساوي 9.8 متر على الثانية مربع. قالك يريد لعب كرة قدم انجاز ضربة حرة مباشر. لتحقيق ذلك يضع اللاعب الكرة في النقطة او، لاحظ في الشكل، في النقطة او. لاحظ المعلم اللي راه عندي هو او اي كا، تقدر تصيب المعلم، يقدر يكون او اي جي، يقدر في بعض التمارين تصيبو او اي جي، لكن كنت فهمكم في الدرس على ان نختار المعلم او اي كا، يعني المستوي او اكس او زاد، هذا هو المستوي اللي راني اخترته لهنا. صح، واش قلنا؟ اذا على مسافة دي تساوي 25 متر من المرمى، يعني هذا الدي المسافة من تحت لهنا أي تساوي ماذا؟ تساوي 25 متر من المرمى الذي ارتفاعه أش، الذي يساوي 2.44 متر. ها هو الأش، يعني ارتفاع المرمى. صح، يقذف اللاعب الكرة بسرعة ابتدائية في صفر. ها هو شعاع السرعة، حيث شعاع السرعة هذا يصنع زاوية ألفا تساوي 30 درجة. ها هي يصنع زاوية مع الأفق، يصنعها مع الأفق، يعني نقدر نقول مع المحور أو إكس. نعتبر الكرة جسما صلبا إيقاظيا، يعني مركز العطالة، ونهمل تأثيرة الهواء، يعني ندرس هو الكرة، ندرس مركز عطالتها، أي النقطة تاع مركز العطالة هي اللي تتحرك. السؤال الأول المطلوب منك أن تبين أن مسار الكرة ينتمي إلى المستوي أو إي كا أو المستوي إكس أو زد. ثانيا، إيجاد معادلة المسار في المعلم أو إي كا بدلالة جي ألفا و في صفر. وثالثا، ما هي قيمة السرعة في صفر التي تمكن اللاعب من تسجيل الهدف باعتبار الكرة تمر محادية للعارضة الأفقية؟ ما معنى محادية للعارضة الأفقية؟ يعني عندنا المرمى، ها هي وراهي المرمى، هاكا تجي دايره هاكا المرمى. صح، اذا الكره تفوت محاديه للعارضه الافقيه، وراهي العارضه الافقيه هذه اللي من فوق. صح، اذا المرمى تكون هنا، يعني تفوت منا، يعني قريبه للعارضه الافقيه، تفوت من هنا هنا ولا كذا. صح، مهم ماشي لتحت، تفوت هنا الفوق، يعني تفوت بالقرب من النقطة B. صح، نبدأ بحل السؤال الأول. قالك بين أن مسار الكرة ينتمي المستوي OEK، أو تقدر تسيب السؤال يقولك ينتمي المستوي XOZ ولا XOY حسب واش داروا في التمرين. إذا نبدأ بالسؤال الأول. إذا نبين أن مسار الكرة مستوي، نبين أن مسار الكرة مستوي، كيفاش ندير؟ صح، هنا قلنا يعني بإهمال تأثير الهواء نعتبر أن الكرة في سقوط حر، يعني في الحركة القذيفة عندما نقول أي نقوم بإهمال تأثير الهواء يكون هنا أو نعتبر أن الكرة هي في سقوط حر. إذن بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بإهمال تأثير الهواء نعتبر أن الكرة في سقوط حر. صح، إذن بتطبيق القانون الثاني لنيوتن
بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. واش عندنا؟ عندنا P تساوي مدام سقوط حر تساوي M A ومنه أي M A تساوي M G. تروح الام مع الام، اذا التسارع هو ماذا؟ هو ا يساوي جي، صح. ناتي الان هذه العلاقه نقوم باسقاطها في المعلم او اي كا. اذا بالاسقاط في المعلم او اي كا، يعني اللي راهو عندي هنا في التمرين، راح تكون لدي اي ا اكس، ا اكس يساوي الصفر، ا اجريك يساوي الصفر، و ا زاد يساوي ناقص جي. هكذا يعني هنا في الحاله هذه احذر، في بعض التمارين لربما يعطيك المعلم او اي جي. اذا عطاوك المعلم او اي جي في التمرين، لان بعض التمارين يمدوا او اي جي وكاين يمدوا او اي كا، صح. هنا كيفاش راح تكتب؟ تكتب ا اي تسارع راح يكون ا اكس يساوي صفر، و ا ايغريك تساوي ناقص جي، و ا زاد يساوي صفر. هنا في هذه الحاله هكذا، يعني حسب المعلم اللي يمده لك في التمرين. انتبه لهذا النقاط اللي دائما ننبه اليه، صح. الان ناتي الى استعمال التكامل. اذا باستعمال التكامل مع اعتبار الشروط الابتدائيه، باستعمال التكامل مع اعتبار دائما شروط الابتدائية، واش راح يكون عندي؟ انتبه، شروط الابتدائية هي واش قلنا في الدرس، اكس صفر تساوي الصفر، صح، إجريك صفر تساوي الصفر، وزاد صفر تساوي الصفر. هذه من الشروط الابتدائية، صح. إذن بالنسبة للتسارع في شروط الابتدائية، في صفر إكس تساوي في صفر كوسينوس ألفا، ولدينا في صفر إجريك تساوي الصفر، وفي صفر زاد تساوي في صفر سينوس ألفا. هاي صح. الآن واش نجي ندير؟ الآن أقوم بتكامل التسارع. واش ندير؟ نقوم بتكامل التسارع، يعني كي ندير تكامل التسارع واش راح يمدلي؟ تكامل التسارع راح يمد لي احداثيات شعاع السرعه، شعاع السرعه. لاحظوا اننا في حلول التمارين، هذه الانواع تاع التمارين تاع القذيفه، دائما نعاودوا اغلب الاحيان نعاودوا في الاسئله ما جاء في الدرس، يعني اللي يفهم الدرس مش راح يعني يكون عنده التمارين، يعني يكون عنده عائق في حل التمرين. تفهم الدرس خلاص التمارين، اغلب الاسئله في التمارين لاحظوا انها نظريه، بما يعني تعاودوا واش جا في الدرس. اذا في شو عندي؟ اذا عندي في اكس تساوي في صفر كوسينوس الفا، و في إجريك تساوي
الصفر و في زاد تساوي ماذا؟ تساوي في صفر سينوس ألفا ناقص جي تي. هكذا يعني هنا قمنا بتكامل التسارع تحصلنا على إحداثيات شعاع السرعة. لاحظوا أننا من تكامل التسارع باعتبار شروط الابتدائية تحصلنا على إحداثيات شعاع السرعة اللي هو أمامكم الآن. تكامل السرعة من تكامل السرعة تكامل السرعة واش نتحصل؟ نتحصل على المعادلات الزمنية للحركة، نتحصل على المعادلات الزمنية للحركة. ما هي عندنا إكس دي تي تساوي في صفر كوسينوس ألفا تي. لا داعي لأنني راني نحل في تمرين، ما نقدرش نتعمق أكثر كيف جبناها، كيف درنا التكامل إلى آخره، هذا كنا تكلمنا عليه في الدرس، يعني في الدرس في التمرين هذا هو حل التمرين، ما تزيد ما تنقص. إذن عندنا إيكراك تي تساوي الصفر وزاد لي تي تساوي أي تساوي ناقص نصف، وهذا كنا وضحنا في كنت وضحته في الدرس، عفوا من إذا كنا غلط تكلم بالجمع، أنا يعني ما نحبش نتكلم كلمة كنا نحن هذيك، حاب نقول أنا أنا الأستاذ محمد كنت درت كذا كذا صح. كي نقول كلمة نحن نقصد أنا وأنتم، كي نقول كلمة نحن قال رايحين نحلوا هذا التمرين مع بعض هكذا. أنا ما نحبش نتكلم ذيك لغة الجمع هذيك ما نحبها صح. زائد ماذا؟ زائد في صفر سينوس ألفا تي. هاي من تكامل السرعة هذا تحصلنا على المعادلات الزمنية للحركة. إذن هذا إحداثيات شعاع السرعة، في إجراك تساوي الصفر، ومن المعادلات الزمنية للحركة إجراك لي تي تساوي الصفر. لاحظوا أن يعني في كل لحظة هذا المسار أو مسار الكرة يكون في المستوي أو إي كا، إذن وبالتالي تكون الحركة مستوية. أما إذا طولك المستوي أو إي جي، إذن لهنا في إجراك أي في زاد هي اللي تساوي الصفر، وفي إجراك تساوي في صفر في سينوس ألفا ناقص جي تي. هنا إجراك تي تساوي ناقص النصف كذا كذا، وزاد لي تي تساوي الصفر. إذن واش نكتبو؟ نكتب أنه عند كل لحظة يكون عند كل، لماذا؟ لأنه قال لك بين، واش قال لك؟ بين أن مسار الكرة ينتمي إلى المستوي أو إي كا. لازم تقول له ماشي تكتب له هذو المعادلات، لا تقول له عند كل لحظة يكون ماذا؟ يكون مسار الكرة، مسار الكرة في المستوي، في المستوي او اي كا، وبالتالي يعني في يعني كيفه يعني في كل لحظة شفنا باللي مسار الكرة راح يكون في المستوي او اي كا، سواء في احداثيات شعاع السرعة. لان علاش؟ لان اللغز راه هنا في اقرب تساوي الصفر، خاطيها هنا إجراك لي تي تساوي الصفر، إذن راح يكون دايما نشوفو باللي راه في المستوي أو إي كا ولا إكس أو زاد، صح. إذن واش نكمل؟ وبالتالي تكون، وبالتالي تكون الحركة مستوية، تكون أو حركة الكرة كيما تحب، تكون الحركة مستوية. هذا هو القصد من السؤال تاعنا. السؤال الثاني طلبوا منا إيجاد معادلة المسار في المعلم أو إي كا بدلالة جي ألفا وفي صفر، صح. إذن معادلة المسار، معادلة المسار صح.
هنا أعزائي الطلبة للحصول على معادلة المسار نقوم بإقصاء الزمن T بين المعادلتين الزمنيتين اللي شفناهم، يعني من المعادلتين الزمنيتين هذو نقوم بإقصاء T، صح؟ يعني نحي T هذاك الزمن. نبدأ بالمعادلة الأولى، مع الأول نستخرج قيمة T من المعادلة الأولى، لو جينا سمينا هذه المعادلة الأولى وهذه نسميها المعادلة الثانية، صح؟ إذن لدينا المعادلة الأولى، من الأحسن نكتبها، أي x لتي تساوي v صفر كوسينوس ألفا t، من هذه المعادلة ومنه راح يكون عندنا t واش يساوي، لأن هذو v صفر كوسينوس ألفا راهم مضروبين في t، يعني ضرب كما كشغل قلت لك x تساوي 3 t، ولا دونك t تساوي x على 3، يعني هنا t تساوي ماذا؟ تساوي x على كما بالرياضيات v صفر كوسينوس ألفا كوسينوس ألفا. الآن نأتي نعوض في المعادلة الثانية، إذا نعوض في المعادلة اللي هي زاد دي تي تساوي ناقص نصف جي تي مربع زائد في صفر سينوس ألفا تي، يعني نجي هذا العبارة نعوضها هنا في تي مربع ونعوضها هنا في التي، صح؟ إذن راح تكون لدينا أي زاد تساوي ناقص نصف جي وهنا نعوض إكس على في صفر كوسينوس ألفا مربع زائد في صفر سينوس ألفا، نعوض في مكان تي إكس على في صفر كوسينوس ألفا، ها صح. هنا أولا عندنا في صفر هذه تروح مع في صفر هذا لأنه ضرب، صح. الآن نأتي نستنتج معادلة المسار، إذن نستنتج معادلة المسار، يعني المعادلة تكتب هذه على الشكل التالي، أي زاد، أتبع مليح فوق المعادلة، زاد تساوي ناقص نصف لاحظ هذا هنا تولي لنا اكس مربع في صفر مربع كوسينوس مربع الفا كي نربح، صح، تولي لنا ناقص نصف، انا نفضل ان اكتبها هكا كي اللي يكتبوا 2 جي كذا في جي هنا تكون اكس مربع لان جي مضروبه في اكس تولي مربع، وهذا حتى يولوا في صفر مربع كوسينوس كاري ألفا، شغل رياضيات، زائد هنا عندي سينوس ألفا على كوسينوس ألفا، نعرفوا باللي سينوس ألفا على كوسينوس ألفا يساوي تونجونت ألفا، إذن زائد تونجونت ألفا إكس، لاحظ راهي على الشكل A X مربع زائد X زائد الصفر اللي هو C. إذن واش نقول؟ أن المعادلة تكتب على الشكل، المعادلة تكتب على الشكل، أي زاد تساوي A
اكس مربع زائد بي اكس زائد السي. يعني ها هو الأ. إذن راكم شتوا الأ وها هو البي والإكس هي الصفر تساوي الصفر. صح. ألا تلاحظون أعزائي الطلبة أن الأ ناقص أقل من الصفر؟ إذن مادام راهي معادلة من درجة ثانية، إذن مسار الكرة جزء من قطع مكافأة، جزء من قطع مكافئ، صح، حيث أ أقل من الصفر. في الرياضيات كي درنا في السنة الأولى ثانوي الدوال المرجعية الدالة مربع، وقلنا باللي الدالة اف لإكس تساوي إكس مربع، الدالة المرجعية هذه هي قطع مكافأ ويكون متوجه للفوق، داير للفوق هكا. أما كي نقول لك جي لإكس تساوي ناقص إكس مربع، هي قطع مكافأ داير للتحت. لماذا؟ لأن في هذه أ أكبر من الصفر وهو واحد، وفي هذه أ أقل من الصفر وهو ناقص واحد. إذن هنا في مسار الكرة أوتوماتيكمون الكرة راح تكون هكذا، أو جزء من قطع مكافأة راح تكون الكرة كما يرميها اللاعب تروح هكذا وتدخل للمرمى. يعني هذا جزء من قطع مكافأة. لاحظ رانا صحاح، لأن الأ هي أقل من الصفر. هنا تعرف روحك، هنا تعرف روحك باللي راك صحيح. ماناش رايحين نرمو الكرة، اللاعب يرمي الكرة هاكا أو راح يرميها هاكا وتهبط، لأنه قال لك تدخل كي من هاكا. صح. موش راح اللاعب يطلع الفوق يجيبوا له طابوري ولا سلوم يطلع هنا ويتير الكرة يتيرها مثلا، لا راح تكون هكذا إلى آخره. هذه يعني إضافات فقط للتذكير بالرياضيات اللي درستها في السنة الأولى ثانوي في بداية العام الدوال المرجعية. نأتي إلى السؤال الثالث، قال لك ما هي قيمة السرعة في الصفر التي تمكن اللاعب من تسجيل الهدف باعتبار الكرة تمر محادية للعارضة الأفقية؟ يعني هنا أعزائي الطلبة الكرة لاحظ كيفاش راح تكون، راح تمر من العارضة الأفقية، يعني هاكا وتجي هنا من جهة النقطة ب. إذن أعزائي بما أن الكرة تمر محادية للعارضة الأفقية للمرمى، فإن الشرط الذي ينبغي يعني باش نحقو باش نسجل باش يسجل هذا اللاعب، ماشي أنا اللي رميت الكرة، اللاعب باش يسجل الهدف، هو أنها تمر من النقطة بي. أنا قال لك العارضة الأفقية، إذن هي النقطة بي هنا، إذن لهنا أنبازي وعلى النقطة بي وليس النقطة أ. لماذا؟ لأنه لو جاء اللاعب هذا ورمى الكرة من هاني معاك، كون رماها منا صح راح تدير هكا وراح تدخل هكا. إذا كان حارس المرمى مغفل بصح، إذا كان حارس المرمى شاطر ما تفوتش منه يعني بكرشو. صح. إذن هنا راهو عندنا قطع مكافأة، لكن لهنا راهو عندنا جزء من قطع مكافأة، جزء من قطع مكافأة، قطع المكافأة هو هذا. صح. وكنا صبنا باللي في معادلة المسار ناقص أي أ أقل من الصفر، متفاهمين؟ إذن واش السؤال تاعنا هو أننا نجد قيمة في صفر التي تمكن من ماذا؟ من تحقيق الهدف، من تحقيق الهدف. وكي نكملوا التمرين هنا راهي السما راك تعرف كيفاش باش يسجل، يعني السما تقدر اذا كنت سيبورتي الريال تقدر تروح تراي لواحد من اللاعبين تاع الريال، اي كريستيانو حقا راح
ولا كنت سيبورتي للبارسا روح راهي على ميسي. إذن هنا قلنا النقطة، إذن قلنا باللي باش تحقق الشرط الذي ينبغي أن تحققه، ها الشرط الذي ينبغي أن تحققه لتسجيل الهدف، لتسجيل الهدف هو أن تمر من النقطة ب، هذا هو الشرط، تمر من النقطة ب، وبالتالي النقطة ب تنتمي للمسار ذات الإحداثيات، وبالتالي النقطة ب قلنا تنتمي للمسار ذات الإحداثيات، عندنا إكس ب تساوي دي، إكس بي تساوي دي، أو يبلوكي لي القلم الله غالب، وزاد بي تساوي الأش. كيف هذا؟ كنولو لي نص التمرين. لو هنا إكس بي، كي نقول لك إكس بي يعني إكس أو إكس، يعني إكس حتى لهنا، إكس بي هو هذا، إذن منا حتى لهنا يعني تساوي دي، تساوي 25 متر. أما زاد بي فهي الأش، يعني لو هنا لاحظ، لو كملت لهنا رسمت، أنا رسمت حتى لهنا، قال هذا هو الزاد، هكذا قال زاد، هكذا هو زاد. لأنا لو جيت درت الإسقاط أعزائي الطلبة، أنا ها هو أنا هكا، يعني هذا هو زاد، عفوا زاد بي، وهذا اللي هنا تحت هنا إكس بي، يعني النقطة بي، هذا النقطة بي الإحداثية تاعها هما ماذا؟ هو إكس بي وزاد بي. يعني لو جيت مثلا، نعطيكم مثال اخر، لو درت نقطة اخرى لهنا وسميتها سي، راح تكون لهنا لو درت الاسقاط راح تكون اكس سي وزاد سي في نفس زاد بي، يعني كيما الرياضيات، صح. نعود نولي الحل تاعي. اذا النقطة بي ها هما تاع المسار، هذه الإحداثيات تاعها إكس بي يساوي زاد، وزاد بي يساوي الأش، يعني الطول من تحت من الأرض حتى وين جازت الكرة. إذن نجي الآن نكتب معادلة المسار، نكتب معادلة المسار، أي عفوا نسيت القلم الأزرق، معادلة المسار تكتب كالتالي، تكتب هكا، يعني هذه معادلة المسار، احنا كنا صبنا معادلة المسار نكتبها في المسودة، كنا صبناها هكا، اي زاد تساوي ناقص النصف، ومن بعد جي في صفر مربع كوسينوس مربع الفا اكس مربع زائد تونجونت الفا اكس، صح، هذه هي معادلة المسار. حنا لهنا مادام راهم عندنا الإحداثيات هذو اكس بي تساوي دي وزاد بي تساوي الاش، اذا الزاد شكون؟ هي الاش، الزاد ولا تساوي الاش، اذا واش ندير؟ الزاد هي الاش، اذا الاش تساوي ناقص نصف في جي
في صفر مربع كوسينوس كاري الفا في مكان الاكس دي دي، لان الاكس تساوي الدي، دي مربع زائد تانجنت الفا دي. فهمت درك؟ لاحظ النقطه بي احداثيه تاعها اكس بي هي دي، وزاد بي هي الاش. في مكان الزاد ندير الاش في معادله المسار، يعني في الحاله هذه تتبدل، تولي لي في مكان الزاد تولي الاش، وفي مكان المتغير اكس تولي دي. هذا المكان نواصل. صح، نواصل الكتابة لهنا باش نجبد في، باش نجبد هذا الفي، لانهم قالوا لي احسب قيمة في التي تمكن من تحقيق هذا الهدف. اذا باش نجبد الفي يا اعزائي الطلبة، يلزمني هذا لابارتي تانجنت الفا دي تروح من الجهة الاخرى مع الاش. كيفاش راح تولي؟ شوفوا مليح، لو جينا ودرنا هاك اي ناقص نصف جي في صفر مربع كوسينوس الفا كاري الفا دي مربع تساوي ماذا؟ تساوي اش ناقص تانجنت الفا دي. صح، من الاحسن نضرب الطرفين في الناقص، نحي الناقص هذا، نحي الناقص هذا، وهنا واش نكتب؟ تانجنت تساوي تانجنت الفا في دي ناقص اش. انتبه ان هنا الناقص هذا نحي باش نجبد الفي. شوف مليح مليح، هنا نجبد في، اذا تولي لي هذا الفي، يعني هنا هذه واش نديرو باش نجبدو في، في نجبدوها. اذا هذا التونجونت تضرب هذه تضرب اللهنة لتحت، راهي على واحد اللهنة، وهذا الواحد ينضرب في هذا الفوق. صح، ضرب الطرفين. اذا هنا نجبد في صفر مربع تساوي، واش تساوي؟ تساوي النصف، خليه كيما راهو، في جي دي مربع على كوسينوس كاري الفا في تانجنت الفا دي ناقص اش. هذه الضربة لتحت، الواحد اللي المقام تاعها طلع الفوق. صح، متفاهمين لحد الان؟ راكم متبعين؟ صح، لان هذا الامور اللي ندير فيهم داخلين في الرياضيات. صح، هنا مادام عندي في مربع، يعني حب يقول لي انا كل ندير في نحي هذا المربع، تولي لي الجذر هذه، الجذر هذه عندي دي مربع تخرج، وعندي كوسينوس كاري مربع تخرج. انتبهوا مليح، اي تولي لي في صفر تساوي دي مربع تخرج برا، كوسينوس كاري الفا تخرج من تحت الجذر تولي لي كوسينوس الفا، الاخرين يبقاو ثم مدفونين تحت الجذر. صح، النصف يبقى ثم، وتبقى لي الجي، وتبقى لي تانجنت تانجنت الفا في دي ناقص اش كيما هي. يعني الان باش نحسب القيمه تاعها ما عليا الا الان، لاحظ كل نظري الان نحسب حسابيا في صفر تساوي الدي طوالي 25 متر تبقى كيما راهي 25، الزاويه طوالي 30 درجه، اذا كوسينوس 30 درجه، جذر نصف في جي طوالي 9.8 في هنا في تانجنت 30 درجة في دي اللي هي 25 متر ناقص اش اللي هو 2.44 متر هكذا.
الآن هذه العملية كيفاش نحسبها في الحاسبة؟ أي تساوي، انتبهوا كيفاش تستعملوا الحاسبة في حساب كيما هذا. عندنا 25 على كوسينوس 30 مضروبة في الجذر هذا. هذا 25 على كوسينوس 30 درجة ديروها بين قوسين، يعني نفتح القوس ما نكتب 25 تقسيم كوسينوس 30، ها هو الكوسينوس، كوسينوس 30، اغلق القوس جذر، افتح الجذر لانه مكلا دير الضرب، حتى ولو دير ضرب صحيحه دير جذر هكا صحيح، كل ما هو تحت الجذر ديرو بين قوسين تحل القوس، ما عدا اذا كان عدد واحد ما ديروش بين قوسين. صح، عندنا 9.8 لان الواحد خلاص هذاك باين مضروب، 9.8 تقسيم، يعني كل ما هو في المقام هنا تفتح له قوس، تقسيم تفتح قوس تاع المقام، طونجونت، ها هي طونجونت، طونجونت 30 30 مضروبة في 25 ناقص 2.44، نغلق القوس تاع المقام هذا ونزيد نغلق القوس تاع الجذر اللي فتحته تساوي 26.09. لاحظ كيف حسبتها بالحاسبة في أنا بلاسوري بالقلم شوية ثقيل بالكالكولاتريس هكا، لكن في الحاسبة عندي هنا أمامي نحسبها بسرعة. مهم، المهم هنا شحال قلنا 26.09، لاحظ نكتبها 26.09 واش متر على الثانية، لأنها السرعة متر على الثانية هكذا. أبدأ بلوكي، لاحظوا هنا واش درت، يعني نعاود باش حسبت في الحاسبة، درت هذه بين قوسين هكذا، ومن بعد حليت الجذر، ومن بعد 9.8 عفوا هنا الله اعلم كاين عفوا النتيجة خاطئة، لا نسيت حاجة، نسيت الاثناني، نسيت الاثناني ما ضربتوش في هذا، وهذا الاثناني نسيته، اذن النتيجة 17.58 متر على أوي بلوكي شو على ناقص على الثانية عفوا، لأنني نسيت الاثنان. هنا واش درت، هنا حليت الجذر ومن بعد درت 9.، فتحت قوس تحت الجذر، تحت الجذر كومبلي فتحت قوس، ومن بعد 9.8 ومن بعد تقسيم أغلق فتحت قوس تاع المقام هذا، ومن بعد أغلقت القوس تاع الجذر، هكا خدمت في الحاسبة. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.